بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الشهيد الغالي جعفر الدرازي، السلام على شهداؤنا الأبرار، السلام عليكم آباء الشهداء، السلام عليكم أمهات الشهداء، السلام على الأحرار والحرائر في هذا الوطن. 3 سنوات مرت منذ استشهاد هذا الشهيد الغالي جعفر الدرازي. لم ينقطع ذكر هذا الشهيد طوال 3 سنوات. الشهداء هم هكذا، ذكرهم يتردد وذكرهم يتجدد. يتجدد بما قدموا من عطاء، يتجدد بما لهم من مرتبة كبيرة، يتجدد ذكر الشهيد عندما يسقط شهيد آخر. هذا التجدد في هذه الحياة وفي هذه السنوات الثلاث لعمر الشهيد منذ استشهاده، بالأمس فقدنا شهيد آخر. لا أعتقد أن أحد ممن شارك أو ممن سمع بفقد هذا الشهيد إلا تذكر شهيد آخر، شهيد المطاردة جعفر الدرازي. نتذكر كيف كان له دور عندما كان على هذه الحياة، وكيف كان دوره الميداني، وكيف كان مطاردة، وكيف عاش، وعند من لجأ. الشهيد يوم أمس هو التفاصيل لحياة شهيد آخر، الشهيد جعفر الدرازي. بقي هناك الاختلاف في وقوع الشهيد. الشهيد جعفر الدرازي بعد المطاردة وبعد الاعتقال استشهد والأغلال في يده. شهيدنا يوم أمس سقط بعنفوان الظلم والجبروت. إذن هناك المقارنة الكبيرة بين عطاء الشهداء التي لا تتوقف. عندما يكون هناك ظلم تستمر حياة الشهداء، لا تتوقعوا بأن الظلم يغيب لنا ذكرى شهيد، الظلم يجدد لنا عطاء الشهداء. لا يجدد ذكرهم فحسب استشهاد، إنما يتجدد الذكر للشهداء بعطائهم. هذا الشهيد الذي نحن اليوم نلتف حول روضته الشريفة، وهذه الجوقة التي قدمها الصغار، جاءوا هؤلاء الصغار يحملون اسم جعفر، جاءوا يهتفون باسم جعفر، جاءوا في جوقتهم يقدمون هذه الباقات لمن علمهم هذا العطاء، لمن علمهم هذا الهتاف. هو الشهيد كان شهيد وكان القائد الميدان، والكل كان يعرفه بهذا الدور الكبير. هنا جسد في الأرض وهنا روح تحلق، روح الشهيد تحلق، وهنا ارتقاء لروح الشهيد. هذا الارتقاء الذي لا يساويه ارتقاء آخر مهما يكون. الرقي هو هذه الروح التي تصعد إلى بارئها عند الله سبحانه وتعالى، وروح الشهيد تحلق بيننا دائما. هذه الروح لا تفارقنا، كما الذكرى لا تفارقنا، هذه الروح لا تفارقنا، هذه الروح موجودة بيننا. هناك ذكرى وهناك ارتقاء وهناك عطاء، صفات لا تتواجد إلا في الشهداء. الشهداء يقدمون ويعطون ويبذلون كل ما لديهم حتى ترتقي هذه الروح
لتكافأ من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الارتقاء ليس في السماء فحسب وعند الله فحسب، هذا الارتقاء موجود للشهداء حتى في حياتنا نحن، وإلا كيف جئنا وحلقنا حول هذه الروضة إن لم تكن هناك روح سامية بعطائها بما قدمت. هذا الارتقاء هو الذي يجعل من باقي الناس وهذا الجمهور أن يأتي لهذه الروضة الشريفة. هذا الارتقاء هو الذي يجذب هؤلاء الأطفال الذين حلقوا حول هذا القبر وهذه الروضة. هذا الارتقاء هو من جذبهم، هو من أعطاهم هذه القوة ليقوموا بهذا الدور، وكأنما يخلدون عطاء الشهيد جعفر الدرازي. هنيئا لك أيها الشهيد بهذه المرتبة، وهنيئا لوالدك، وهنيئا لوالدتك. نعم، نحن اليوم هنا ليس لنسلب العبرة أو نهمل الدمع، ليس لننكسر عندما نأتي عند هذه الروضة. اليوم نحن هنا لنستمد القوة ونستمد الصبر ونستمد العزيمة من روح الشهيد. هذا هو الارتقاء، وهذا هو الفرق بين سائر الناس وبين الشهداء. رحمك الله أيها الشهيد الغالي، وسنبقى نجدد هذه الذكرى، وذكراك لن ينقطع أبدا. تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.